الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، كيف حالكم؟ إن شاء الله دائما بخير. درسنا هذا اليوم هو عن منهج اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط، شرح وحل وتوضيح أسئلة النموذج الاختبار السهل، النموذج الأول من اختبار يونت 3. شكرا لله ثم شكرا لكم دعمكم تشجيعكم دعواتكم الطيبة وتعليقاتكم الحلوة المحفزة المشجعة، شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفد الجميع. زكاة العلم نشره والدال على الخير كفاله. شكر خاص لأبطالنا ومتابعينا الأعزاء الذين يعلقون تعليقات كثيرة في سبيل دعم القناة ووصل الفيديو الأكبر عدد ممكن، وشكر خاص لدي ينسخون الرابط وينشروا بالجروبات، وشكر خاص لدي يشتركون بحسابات كثيرة حتى يوصلون، سووا حملة توصيل الإنجليزية مع وائل 500,000 قريبا إن شاء الله. ونرحب بالطلاب جدد لدي يشتركون بالقناة وندعوهم للاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات والدخول على قوام التشغيل، تلقى كثير فيديوهات تفيدك إن شاء الله. شرح منهج انجليزي سادس ابتدائي جديد، اكثر من 200 فيديو ويا ملزمة مدار العرجي ملازم المرشد، وشرح منهج انجليزي اول متوسط اكثر من 100 فيديو وياها ملزمة مدار العرجي ملازم المرشد، اختبارات ذكاء انجليزي رابع ابتدائي خامس ابتدائي ثالث متوسط سادس اعدادي وانجليزي ثاني متوسط بنشرح هسه ويا ملزمة مدار العرجي ملازم المرشد. وشكر خاص لابطالنا ومتابعينا اللي دا ينجحون ويتفوقون ويحافظون على شعارنا إن شاء الله دائما ناجحون أوائل أبطال الإنجليزية مع أوائل. نبدأ بمالتنا الدرس، نريد من عندكم هسه الشاطر يحاول هو يحلها. هذا النموذج موجود بملزمة، ورا راح أنشر نموذج صعب ما حاطه بملزمة بعدني، من نعيد طباعتها سنتلخ إن شاء الله نرتب أكثر ونحط بيها نماذج أخرى. المهم هسه هذا النموذج السهل، الشاطر يحاول يوقف الفيديو ويحل ويرجع يشغل الفيديو ويشوف اجوبته صح او خطا. السؤال الاول ده يكون قطعه خارجيه، انصح بانه تخلي السؤال الاول اخر شيء. السؤال الثاني قطع الكتاب والقصه، السؤال الثالث قواعد، الرابع مفردات، والخامس املاء وخط، والسادس انشاء. الشاطر يوقف الفيديو يحاول يحل ويرجع يشغل الفيديو ويشوف اجوبته صح او خطا. زين عيني، تدرب وتعلم. هذا نموذج سهل وأغلب الأساتذة يجيبون مثله، وإن شاء الله تقدروا له وتحلوا. راح نبدأ بسم الله مال يونت 3، أسئلة يونت 3 نموذج question 1. سؤال أول قطعة الخارجية، Claire and I were tourists. Claire وأني كنا سواح. Staying in Morocco. بقينا مكثنا في المغرب، بلد المغرب، المغرب العربي. For the whole month of Ramadan. لمدة طول شهر رمضان. And we had some great experiences. ونحن كانت لدينا، قضينا يعني قضينا بعض الأوقات والتجارب الرائعة، الخبرات الجميلة. The first thing we noticed was that the daily routines changed. الشيء الأول حيث نحن لاحظناه كان هو تغيير الروتين، الحياة، نمط الحياة اليومي تغير كله. The shops opened later and the restaurants and cafes closed all day. يقول المحلات تفتح متأخرة والمطاعم والمقاهي تغلق طوال اليوم. Also كذلك because nobody had lunch. بسبب لا ولا شخص يتناول الغداء، ماكو حد يأكل غداء لأن كلها الصيام شهر رمضان. There were no traffic jams at lunch time. لم يكن هنالك أي ازدحام مروري في وقت الغداء، لأن العالم كلها صايمة ونايمة ببيوتها، ما حد يدور غداء فيريد يرجع للبيت ويريد يروح مطعم ويريد يشوف. The big traffic jam came in the final hour of daylight. الازدحام المروري الأكبر يكون يأتي في الساعة الأخيرة من النهار، أوكي، قبل الغروب. When people were heading home to be ready for their first meal. عندما الناس يتوجهون لبيوتهم
لكي يكونوا مستعدين وجاهزين لتناول وجبتهم الأولى. The Ramadan breakfast or iftar, اللي هي تسمى شهر رمضان ريوق شهر رمضان أو الفطور ما شهر رمضان الإفطار. جت الأسئلة. Did Jack and Claire come from Morocco? هل جاك الحمد لله وشكرا الحمد لله. هل جاك وكلير جاءوا من البلد المغرب؟ أصلهم من المغرب؟ هم شنو؟ هم tourists بقوا بالمغرب، إذن هم مو مغربيين. فالجواب راح نقول no they didn't. هاي الأجوبة no they didn't. أوكي زين الوراها. Why there were no traffic jams at lunch time؟ لماذا لم يكن هنالك ازدحامات مرورية في وقت الغداء؟ ليش؟ لأن ما حد يتغدى. Because nobody had lunch، بسبب ولا شخص يتناول الغداء. البعد. Routines changed because it was، الروتين تغير بسبب شان يا شهر، شهر رمضان. It was Ramadan month. Okay، كانت رمضان، بس نكتب رمضان. البعد. When did the big traffic jam come؟ متى الازدحام المرور الكبير يأتي يحدث يصير؟ شو وقت يصير؟ قلنا شو وقت؟ بالفاينل اور اوف ذا لايت اوف ذا داي لايت. فش راح نقول؟ ذا بيج ترافيك جام كيم ان ذا فاينل اور اوف داي لايت، بالساعات الساعة الأخيرة من النهار. الوراه. ذا شوبس اوبند اول داي، المحلات تكون مفتحة طول اليوم. ترو لو فولس، صح وخطأ؟ فولس خطأ، هي تعزل. اوكي ففولز خطأ. هي هنا الجواب قلناها المحلات open بش وقت؟ later متأخر، تكون معزلة طول الوقت بس تفتح متأخرة. السؤال البعده question 2، سؤال القطع. number 1، what nationality is the athlete who holds the world record for the long jump؟ ما هي جنسية الرياضي، اللاعب الرياضي الذي حصل أو حصل على لقب الرقم القياسي العالمي في القفز الطويل؟ منو هذا يا لاعب؟ لاعب اللي هو مايك بولر، اللي هو بسنة 1991 وجنسيته، هو دليل جنسيته في الناشنالتي مالته امريكان. اوكي امريكان زين. البعدها. Which country won the men's football gold medal at London 2012؟ يا بلد، اي البلدان فاز بميدالية ذهبية لكرة القدم للرجال في بطولة أولمبياد لندن 2012؟ يا بلد، المكسيك فازت على البرازيل، فنقول مكسيكو. زين على النهائي مكسيكو فازت. Who won the women's tennis singles؟ يعني السيدة التي فازت بالبطولة التنس الفردية للنساء، فنقول سيرينا ويليامز، اللي هي the American player سيرينا ويليامز، اللاعبة الأمريكية سيرينا ويليامز. هذا خلاص السؤال، جد حلو وسهل. الوراها. سؤال القواعد. Do as required between brackets، اعمل ما مطلوب بين الأقواس. أول وحدة. He do athletics but now he does judo. هو يلعب يعني العاب سحب ميدان وقوة وهيجي، لكن الآن هو يلعب جودو. use استخدم used to اعتاد على، فش راح نقول؟ راح نخليها هنا used
تو نحط لها دي صيغه بالماضي يوز تو وشيل الاقواس وانقل انقل 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 يعني هيك راح تصير هي يوزد تو والفعل هو نفسه دو يبقى مجرد لانه ورا تو اي تو ورا تو فعل مجرد يجي هي يوزد تو دو اثليتكس but now ولكن الان he does judo. احنا شلون عرفناها لان اكو but now فلازم نستخدم ال used to ولان هو اصلا ذكرني وجبرني وقال لي استخدم ال used to. اوكي نمبر 2 I am going swimming this afternoon. انا ذاهب للسباحة هذا المساء. نيجاتيف ان فيها شلون تنفيها هاي هاي جملة بالمضارع المستمر ام وفعل بي اي ان جي من تريد تنفيها مدامك فعل مساعد فبس حط له نوت يعني يصير اي ام نوت وانقل انقل 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 كل شيء يعني بس راح احط النوت ورا الام والباقي كله نقلته اي ام نوت جوينج سويمينج ذيس افترنون اني ما راح اذهب للسباحة هذا المساء ها هي بكل سهولة البعدها ايش راح تاخذ دو لو داز لو ديد ويا جودو ويا جودو هسه تقول لي ان كل هنا رهمن بس هذا مضارع وهذا ماضي ايش اختار انتبه على زمن الجمله حتى تحلها اي راح يصير ويا جودو اللي هي 3 اورز يسترداي يسترداي البارحه ما دامك يسترداي فراح يصير راح يصير ديد اي ديد جودو فور 3 اورز يسترداي اند ناو ماي باك هارتس شوز اختار اختارينا did ليش لان اكو yesterday يعني هاي الزمن الماضي البسيط ال past simple فالاختيار معتنا did البعدها I bought the من اشوف the احنا شو اتفقنا بالصفات هم ال er و est يا صفة اختار اكو the اختار est اكو than ورا الاقواس اختار er هنا أنا اكو the هو هم دا يقول لي superlative superlative يعني تفضيل يعني est صفة عادية من المقطع الواحد منتهي بحرف صحيح وقبلها علة اثنين فعادية يعني بكل شيء عادية فاذا بس انقلها واضيف لها est والحكي اذا تريد تنقله I bought the cheapest نفسها وتحط لها est trainers in the shop كله انقل المهم cheap صير cheapest ها هي cheap cheapest ضيف لها est البعده نجي على السؤال البعده the continent the olympic games take place every 4 years يا هي القاره لو الالعاب الاولمبيه تحدث كل 4 سنوات اكيد الالعاب الاولمبيه olympic games زين هذا الرقم 1936 19 36 شلون اكتبه بالسنوات ياهم من عندهم السابع 18 اصلا ما يفيد هذا 19 وهذا 19 بس هذا 63 هذا 36 اذا هذا الاختيار صحيح 19 36 1936 I want to ورا ال to ايش اختار لازم فعل مجرد زين كلنا فعل مجرد يعني هاي مو قواعد هاي على المفردات الفوتبول اش تاخذ الفوتبول يا فعل فعل go لو do لو play الgo المفروض وراء فعل بي اي ان جي يعني رياضة من الرياضات اللي بيها اي ان جي مثل السويمينج بيها اي ان جي بنهايتها فردية وترفيهية وبنهايتها اي ان جي الdo فردية وقتالية والplay رياضة تنافسية بين فريقين وغالبا تدخل من ضمنها الكرة فاذا هي play football play football الحل راح يصير play football what the winners get الفائزين شي حصلون دائما باي بالالعاب الاولمبية شي حصلون حصلون flags اعلام لو يحصلون medals ميداليات اكيد راح يحصلون medals ميداليات زين هاي الاجوبة هياتها حتى تشوفوها اولمبيك و 1936 و play و medals زين السؤال الخامس املأ يعني الفراغات بالكلمات المفقودة والحروف المفقودة وهيك السؤال الاملاء يعني الكومبيتيشن هي
صير كومبتيتيف، هذا الاسم هاي الصفه مالته. الكونفيدنس شو تصير كونفيدنت، السي والاي نحذفن ونحط مكانها تي، اخر حرفين السي والاي نحذفن ونسويها تي، هذا اسم ده نحوله الى صفه. البلاي صارت بلايد، حولت الفعل من مضارع الى ماضي. الون شلون احوله الى ماضي، هذا شاذ، الاي تصير او بس تصير وان. نايس نايسر نقلتها وضفت لها اي ار، هي بها اي فبس حطيت ار، يعني دا اضيف اي ار. الجود شلون اضيف لها اي ار، هاي الشاذه تصير بتر، الجود تصير بتر. واخر وحده بيجنرز خطا بالاملاء مالتها عدلناها، ثاني حرف لازم اي والان تتكرر. براكتس هذا مو خطا، هذا معناها هذه الفعل احنا نريد الاسم مالتها، فالاسم بدال الاس نسويها سي، اخر قبل الاخير الحرف هذا اس لازم يصير سي، فهاي الاجوبه الصحيحه confident قلنا وان والبتر وبراكتس. هاي كانت نهايتها سي اي صارت تي، لان المطلوب مو من عندي، مطلوب من عندي صفه مو اسم، احول الاسم يعني الى صفه، هنا احول الفعل الى ماضي، فالاي صارت او لان شاذ، هنا أنا اضيف اي ار بس الجود هي شاذه فتصير بتر، وهنا أنا اصحح املاء الاسم كانت بالاس يعني فعل فسويتها سي حتى تصير اسم. هل بعدها سؤال الخط عندك هاي الجمله، هاو اوفن داز سمير ترين، كم مره سمير يتمرن، دا اسال عن عدد المرات. المهم هاي اداه سؤال، فلازم حرف الاتش يبدي حرف كابيتال اول حرف، انقل باقي الكلمات، سمير الاس مالته لازم كابيتال، وانقل وبالاخير علامه استفهام. ليش علامه استفهام؟ لان باديه باداه سؤال، باديه الجمله باداه سؤال، فبالاخير تخلي علامه استفهام. الاسم العلم لازم يبدي حرف كابيتال، وبدايه الجمله لازم حرف كابيتال. ها هي ثلاث تغييرات فقط تشوفهن، الاش حرف كابيتال لان بداية الجملة، الاس مال سمير حرف كابيتال لان اسم علم، بالاخير علامة استفهام لان جملة استفهامية بدأت بأداة سؤال. ها هي كلش حلوة وسهلة. زين الوراها write a paragraph، اكتب انشاء about why people should do sport، ليش الناس لازم تمارس الرياضة، نذكر بها اربع اسباب المفروض. هذا نموذج إنشاء تكتبه تحفظه تريد تسوي غيره بكيفك أنت مخير. أوكي هذا نموذج إنشاء. زين شي يقول I think that everybody should do sports 2 or 3 times a week. هذا قارئاني وشارحة بس هم راح نعيد على السريع. أنا أعتقد بأنه كل واحد كل شخص يجب أن يمارس الرياضة مرتان أو 3 مرات في الأسبوع. زين. There are several reasons for doing sports. يوجد أسباب عديدة لممارسة الرياضة. Firstly, أولاً, sport is fun and exciting. الرياضة ممتعة ومبهجة ومفرحة. Secondly, it is important for our health and helps to build a strong body. إنها مهمة لصحتنا وتساعدنا على بناء جسم قوي. Thirdly, ثالثا, it is a good way to remove the stress. إنها طريقة جيدة لإزالة التوتر. Lastly, أو the last, آخرا, it develops the social skills. انها تطور وتنمي المهارات الاجتماعية. Providing an opportunity وتزودنا بالفرصة to meet new people. لكي نلتقي بالناس الجدد. هذا الانشاء تحفظه تكتبه تكتب غيره يصير صحيح. وهاي خلصت الأسئلة وسلامتكم. بعد ماكو شي، امتحان سهل، نموذج سهل،
إن شاء الله استفدتم، نسأل الله القبول، نسألكم الدعاء، شاركوا لكي تعم الفائدة ويستفد الجميع. تحياتي لكم، مع السلامة.